السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الثاني في رياضة مدارس الوطن العربي، اليوم إن شاء الله حصة الرياضيات استكمال للدرس الماضي اللي هو قوانين الأسر. تعرفنا بالحصة الماضية على مجموعة من قوانين الأسر ومجموعة من القواعد، وحلنا تطبيقات وأمثلة على تحليل الأعداد. أخذنا القاعدة الأولى وحللنا عليها المثال، والقاعدة الثانية والقاعدة التاسعة. اليوم إن شاء الله نخلص آخر قاعدة اللي هي القاعدة رقم 4، وظل علينا بهذين الأمثلة هذا التدريب حليناه كامل، بس ظل علينا هاي القاعدة وظل علينا هذا الشرع نحله، وبعدين بدنا نحل المعادلة الأصلية وننتقل طيران على أسئلة الدرس. تمام؟ إذا خصصنا اليوم استكمال للماضي اللي هو أخذنا القواعد الثلاثة، اليوم حنفوت على القاعدة رقم 4 ونمشي شوي شوي بالدرس. طبعاً لأن إحنا أول يوم ومنصة وهيك، الحصة الماضية ما أعطتك واجب، بس اليوم إن شاء الله على التسهيل، إذا أسرعنا مشينا في المادة منيح بحل لك كل الأسئلة بدون واجب، إذا لا حاترك عليك كم الفرع واجب، خليك تتسلى فيهم. يلا نروح عند القاعدة رقم 4، طبعاً لا تنسى رح نخلص كلنا من القاعدة والتدريب على نفس طرح هذا التدريب زي ما قلنا حليناه الحصة الماضية. القاعدة الرابعة بتقول، هل بكتب لك إياها عشان إذا ما كانت واضحة، سين على لام كلها قوة نون، هي نفسها إذا إحنا قلنا كتلة كاملة قوة واحدة، بقدر أوزع القوة على البسط وعلى المقام، فبتصير سين قوة نون على لام قوة نون. أخذنا زيها المرة الماضية بس كانت ضرب، كنا نقول سين لام كلها قوة نون، في نفسها سين قوة نون ضرب لام قوة نون، إذا بالضرب كله بالقسمة واحدة كثير هبلة، بشرط إنه نون تنتمي إلى صاد، يعني ما بتصير عندك الأس يكون كسر، ولام لا تساوي، فبنذكر من مقام زيرو، تمام؟ الثانية طبعاً لام هي أنا، إذا مو واضحة معك من كتابك بس هو أنا كتبت لك إياها. طيب القاعدة الثانية ايش بتقول؟ القاعدة الثانية بتقول انه اذا كان عندك سين على لام كلها قوة نون، هي نفسها قلنا شوف سين قوة نون على لام قوة نون، صح هيك اتفقنا؟ فبفرض بدك تعكس، احنا قلنا مين اللي بيعكس؟ اذا كان الاس سالب بعكس مكان البسط والمقام، فاذا افرض انه هذا الاس سالب صار عندك شو بتصير فيه؟ بتنزل سين تحت قوة نون، بس شو بصير أسها؟ سالب. ولام قوة نون بتطلع فوق، شو بصير أسها؟ سالب. إذا الأس السالب بغير المكان. فإذا كان سالب فوق نزل تحت، كان سالب تحت بتطلع فوق، فبفرض كان وجد بدك تخلي سالب، هيك بصير. تمام؟ طيب بما إنه البسط والمقام نفس الأس، يعني هاي نفسها نام على سين كلها قوة سالب نون. إذا هون كان في عندك نون بالموجب، صار في عندك نون بالشو؟ بالسالب. بس عكست الحشوة، إذا هون طلع هاي نفسها، نزل لي إياها هون، سين على لام كلها قوة نون، إيش بتفرق عن هاي؟ أنت قلبت الحشوة، الحشوة هون أنت قلبتها تحت فوق وفوق تحت، بس بشرط إن الأس شو بصير فيه؟ بتغير إشارته، بيجي واحد من تحت بحكي له طب ما هي أنت قلت لي إذا الأس سالب غير المكان، بس أنا اللهم أنت غيرت المكان مين؟ البسط والمقام مع بعض، فلما أنت قلبت البسط محل المقام، والمقام محل البسط شو بصير الأس؟ سالب فقط لا غير. هذا الفرع كيف بدنا نحله؟ كيف بدنا نحل هذا الفرع؟ يلا نون قوة 12 على س قوة 12، بما انه ضغط المقام نغمى نفس القوة، بصير نون على س كلها قوة 12، تمام؟ فإذا أنت هون شو بدك تنقل؟ هلا بس ايش أنقل لك من اللي بدك إياه على اللوح؟ كمل هذا الفرع نقله، لأن أنت حالل كل شيء قبله. تمام؟ وايش كمان تسوي؟ بعد ما تحلل الشغلات علشان يكون كل شيء تمام مرتب وواضح. ونقول لي هاي انه صار سالب، صار سالب، اكتب لك اياها بطريقه احلى. يلا صارت نزلنا السين تحت هو سالب نون، واللام فوق هو سالب نون، يعني هي نفسها لام على سين كلها قوة سالب نون. مين هي؟ هاي نفسها هاي. تمام ماما؟ خلصنا قلنا القاعدة تفسير القاعدة هذا، قول لهم حلوا بهذا الفرع، احنا امبارح حللنا الثلاث فروع قبلها. يلا حل المعادلة الأسرية، كيف بدنا نحل المعادلة الأسرية؟ علمتكم من كلمة حل يعني إيجاد قيمة المجهول، شو يعني كلمة حل؟ إيجاد قيمة المجهول. تمام؟ يلا نحل قيمة المجهول. طيب أنا هون لخصت لك مجموعة شغلات وقلت لك هون إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس، والعكس صحيح،
إذا الأسة تتساوى في الأساس تتساوى، إذا الأساس تتساوى الأسة تتساوى. مثلاً قلت لك 2 قوة س هي نفسها 2 قوة 4، قديش قيمة س؟ مثل الأساس تتساوى، بما إن الأساس تتساوى شو بتحكي؟ قديش قيمة س اللي بتعطيها أرفعها للعدد 2 لحتى يعطيك الجواب 2 قوة 4؟ فبدل ما تقعد تحلل وتكتب مبين بما إن الأساس تتساوى خلص يعني س شو بتساوي؟ 4. العكس، افرض قلت لك س تربيع هي نفسها 4 تربيع، شو العدد اللي بس أربعه بصير نفسه لما الأربعة تتربع؟ بما إنه الأسس تساوت هذا معناه إنه الأساس شو ماله؟ الأساس راح يتساوى. تمام؟ ساعتها كان بملخص قلت لك إذا كان المجهول في الأس نعمل على مساواة الأساس. إذا كان المجهول اللي هو سين اللي أنت مش عارفه موجود بالأس، هذا معناه أنت بدك تساوي الأساسات. إذا الأساسات تساوت شو قلنا؟ تتساوى الأسس. إذا كان المجهول في الأس بتضلك تضبط الأساس، بتضلك تكعكي شو بتضبط فيه، تضبط فيه لحتى يتساوى. في إثر ما إن الأساس يتساوى الأس رح يتساوى، والأس والمجهول الموجود في الأس بتطلعه. العكس، إذا كان المجهول في الأساس نعمل على مساواة الأسس. يعني أنت الأساس سين موجودة بالأساس، تمام؟ شو بتعمل بالأسس؟ بتحاول تخلي الأسس هدول بتساوي. إذا هدول الأسس تساوي هذا معناه إن المقامات الأساسات شمالها تساوي. تمام؟ هلا أنا بدي منك شو؟ تنقل هذا الملخص وين؟ نقول لي إياه على دفترك، أهم شيء. نقول لي إياه على دفترك، وقف الفيديو ونقول على دفترك، وتعال ننتقل هلا بعديها شو؟ لأول مثال. إذا مثال 4 تكتب لي جنبه صاروخ. طبعاً طلابي عارفين شو يعني صاروخ، صبايا إحنا بس نحكي صاروخ يعني الطلاب. انت هلا انا بشرح لك اياه وانت بتحضر الشرح معي، بس حط له لعبه اخترت لانه محلول. هاي شايف محلول على الكتاب، شو بدك فيه؟ بس لما تكتبهم كلمه حروف شو يعني؟ بس توصل لمثال رقم 4 تكتب مثال رقم 4 بتقرا على دفترك هذا الاشي، يعني انت بتضطر تفتح على هذا المثال وتشوف الجواب. تمام؟ يلا نروح للشرع الاول. شرع رقم 1، طبعا هي الحل قدامك بس انا بشرح لك اياه. أكيد أنا والكتاب بالنهاية حكم نفس الجواب، ولكن هون أوضح في الشرح أحسن. يلا هلأ، وين المجهول؟ المجهول في الأساس. المجهول وين؟ المجهول في الأساس. مش شو قالت؟ قالت إذا كان المجهول في الأساس نعمل على مساواة الأسس. بدي أخلي الأسس تتساوى لحتى يضبط معك. إذا أنت المجهول لك معك هو بالأساس أسه ماينس واحد، عندك هذا الأساس إيش أسه؟ ما إله أس، فبيكون أسه واحد. إذا عندك الأساس سين وثلاثة على ثمانية، الأس سالب واحد وهذا ما إله أس، يعني شو بده يكون؟ واحد. حكت لك بما إن المجهول في الأساس نعمل على مساواة الأسس. هلا بدي أخلي هذا الأس يصير سالب واحد، شو يعني مش شاذ؟ هذا أساسه مجهول ما بقدر ألعب فيه، خلص هون ستوب، هون ثابت. بدي أحاول أشتغل هون، أخلي هذا الأس يصير زي هذا الأس، لأنه إذا تساوت الأسس رح تتساوي الأساسات. تمام؟ يلا كيف بدي اخلي هذا الاس يصير سالب واحد؟ بدنا نخلي هذا الاس يصير سالب. مش حكت لي بدك هذا الاس يصير سالب انضبط، بس لازم هون شو يصير في الحشوه؟ اللي فوق بينزل تحت والتحت بيطلع فوق. ليش؟ لانه الاس السالب اعكس مقام، مقام ضغط ضغط مقام. اذا انت بتعكس المكان الموجود فيه، فلحتى الاس يكون سالب واحد انت بتعكس الثمانية تحت قاعدة هون تطلع فوق والثلاثة تنزل تحت. هون ما لعب اشي، صب قلنا هو سالب واحد. لاحظ ان الاسس تساوت، بما ان الاسس تساوت يعني الاساس متساوي، يعني سين تساوي ثمانية على ثلاثة. ثمانية على ثلاثة، تمام؟ حلو. بدك تحل مثلي، بدك تحل مثل الكتاب نفس الشيء، المهم ان انت تفهم الفكرة. الفرع رقم 2، سين أو ثمانية قوة سين، ثمانية قوة سين ضرب ثمانية تربيع يساوي ثمانية قوة سبعة. ثمانية قوة سين ضرب ثمانية قوة اثنين يساوي ثمانية قوة سبعة. يلا شو أسوي؟ المجهول في الأسس نعمل على مساواة الأساس. ثم الأساس خلص، بس هالمرة شفتي مساواة قبلها في حدين وبعديها فيها حد، إذا هون بيفرق معي. هلا شغلك أنت هون وهون، هات خلص 8 قوة 7 فيش فيها شغل، والأساسات تساوت ما فيش شغل، بس هذا بقى بتستعمل قوانين الأسس. صح إذا تساوى الأساس وكانت العملية ضرب تجمع الأسس،
فبنزل 8 وحده وبجمع قصه. شو القص؟ القص عباره عن شو؟ سين ضرب صار زائد 2، اذا صارت قوه سين زائد 2 شو بتساوي؟ 8 قوه 7. اذا لانه هون الاساس ثابت نجمع الاسس. هلا بما ان الاساسات تساوى شو بتلك الاسس؟ احنا اخذناها. بما ان الاساس تساوى، الاساس تساوى شو بتلك الاسس؟ بتساوى. يلا كيف بدنا نساوي؟ وصلنا هون الاساسات تساوى، هذا معناه ان س زائد 2 تساوي 7. فس شو بتساوي؟ شو العدد اللي بحطه 2 بصير 7؟ ممتاز ممتاز. تمام؟ شو بدك تكتب من هاي الصفحة كلها؟ مثال 4 صاروخ. مثال 4 صفحة شو؟ افتح لك كتابك اشوف. مثال 4 صفحة 25 صاروخ. بس هون بدك تكتب من هاي. يلا نروح للسلايد اللي بعدها لما نحل تدريب رقم 5. لأن هذا التدريب لنحله بس مش متاح عن سبع سلايدات ثانية. هل تدريب 5 تذكر مثل ما هذا التدريب وين؟ على هذا الطرف. يلا تدريب 5 شو بيقول؟ حل المعادلات التالية. إذا التدريب بيقول حل المعادلات التالية. يلا نحلهم. أول وحدة س تربيع تساوي 7 قوة سالب 2. إذا س تربيع تساوي 7 قوة سالب 2. يلا على الأساسات شو مالها؟ تساوي شو بصير في الأسس؟ إذا تدريب 5 بيقول حل المعادلات التالية. حل المعادلات التالية. طبعا لما نخلص بتكون وين؟ على الطرف. الأولى بتقول س تربيع تساوي 7 قوة ماينس 2. إذا س تربيع تساوي 7 قوة سالب 2. يلا احنا إذا كان مجهول في الأساس فإننا نساوي الأسس، المجهول وينه؟ بالأساس. بدك تخلي الأسس تتساوى، فأنت هون بما إنه في مجهول ما بقدر ألعب فيه، بخليها س تربيع تساوي، بدي أخلي السالب 2 تصير موجب 2، إذا أنت بدك تلعب بالأس، الأس سالب بدك تخليه موجب، كيف بتخليه موجب؟ بتعطيه كمان سالب، يعني بدك تغير موقع السبعة، لأنه السالب لحتى يصير موجب بدك السالب السالب، رح تعطي السالب، والسالب شو معناها؟ غير موقع. على هذا الأساس مقامها واحد، تقلبها بتصير واحد على سبعة قوة 2، يعني س تربيع تساوي، صارت تربيع تربيع، بس هي تحت، هذه فوق، طب هلا صح الواحد بقدر اكتب لها تربيع، يعني بقدر اكتب هيك واحد على سبعة كلها تربيع، ليش ما بتقدر تسمي هيك؟ لأنه واحد مربع مش مربع بتضبط معك، إذا س تربيع تساوي واحد على سبعة كلها تربيع، هي الأسس تساوت، شو صار بالأساس؟ تساوي، إذا س تساوي واحد على سبعة، تمام؟ إذا مجهول بالأساس تساوي الأسس، تساوي الأسس، تمام؟ يلا بعطي لك إياها علشان تقدر تكتب على دفتر، حلو؟ هون بس الفكرة إنه الواحد لو أعطيتها تربيع ما بيأثر عليها، فأنا بعطيها عشان أعرف أحل وحل يزبط معي. 13 قوة س كلها قوة 2 قوة 3، أنا بصفحة 25 يفتح ويتبع معي صفحة 25، إذا 13 قوة س كلها قوة 3 تساوي 13 قوة 18. 13 قوة 18، تمام؟ إذا هون الأساس شو صار فيه؟ تساوى. شو بدنا نعمل في الأسس؟ يلا عندك 13 بالأساس على الجهتين، 13 بالأساس على الجهتين، عليك شو بدنا نعمل في الأسس؟ إذا الأساس تساوى لازم نساوي الأسس، المجهول بالأسس. طب نفس المجهول بالأسس. طب الأساس تساوى، متى هي محلولة؟ مش احنا قلنا إذا المجهول بالأسس هل الاساس تساوي؟ الاساس متساوي، اذا هي الاسس تساوي، بس انا هل عندي اسين، شو اعمل فيهم؟ اذا كان عندك عدد، في له اسين، هذول الاسين شو بيعملوا؟ بيضربوا بعض علشانه. فهي عباره عن 13 قوة س ضرب 3 تساوي 13 قوة 18. اذا 13 قوة 3 س تساوي 13 قوة 18. تمام؟ الاساس شو صار فيه؟ تساوي، اذا شو بتصير في الاسس؟ بتساوي، فصار الاس 3 س تساوي 18 متساوي على 3
حل معادلة بسيطة، متغير واحد صار 2 تساوي 6 يا كبير. تمام ماما؟ يلا هذا بتقول لي اياه على الشرح. وقف الفيديو وانقله يلا. وصلنا اخر شيء عند تمارين ومسائل. جاي على اعطيك واجب. برضه هذا الفيديو رح اخلصه كل الحل. فانت نصيحتي لك شباب، نصيحتي لكم صبايا، حلوا الاسئله. يعني انا هون وقف الفيديو، تمام؟ وقف الفيديو هون وحل. مش الفروق اللي كثير مهمه اني احلها. مثلا اكثر سؤال بيهمني تحله اربعه. صاروخ اربعه اكثر سؤال بيهمني انك انت تحله. تمام؟ هلا انا رح اكمل بهذا الفيديو حل الاسئله، لاحظ ان الفروق كثيره، بس كلها رح نحلها لنتعلم عن بعد عشان تكون متمكن من ماده كثير صاروخ. نصيحتي لك وقف الفيديو هون، حل الاسئله وارجع كمل لحلي انا وياك، تمام؟ يلا شباب خلينا نطير على السؤال الاول. لاحظ عندك يا هون، هلا اذا في شيء مو واضح عندك من التصوير افتح معي كتابه صفحه 26. هون كتابه صفحه 26 افتح لي عليه. السؤال الاول يا لهوي 2 4 6 8 فروع. يلا سرع سرع نحل انا وياك. كتابك قدامك مفتوح، قلمك لا تستعمله بالمره. وقف الفيديو وانقل على رفتك، تمام؟ اذا كتابك قلمك ما بدي اياك، بس بدي دفترك قدامك وكتابك قدامك عشان تلاحظ معي هاي. يلا، الفرع الاول بيقول 1 على 3 كلها قوة 4، إذا الفرع ألف بيقول 1 على 3 كلها قوة 4. طيب إيش أصلاً السؤال الأول بده؟ بقول لك جد قيمة ما يلي. جد هذا أحلى قيمة ما يلي. يلا تمام؟ فروق قديش قيمة ما يلي؟ شو معناته قوة 4؟ يعني 1 ب1 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 يعني 1، يعني 3 ب3 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 ب3. عندك تكرر الثلاث كم مرة؟ بدك تكرر الثلاث 4 مرات، فشو بتقول؟ 3 في 3 9، إذا 3 ب3 9، ب3 27، ب3 81. ممتاز، إذا بتكرر الثلاثة كم مرة؟ 4 مرات. فرع باء. فرع باء بيقول سالب 1 بالعشرة هو 6. إذا بدك تكرر هذه عبارة عن شو ماما؟ هذه عبارة عن سالب 1 على 10 كلها هو 6. هلا قلنا من المراجعة شباب الأخت الزوجي شو بيعمل بالسالب؟ بطيره، فبتنزل 1 تمام؟ على 10 هو 6 بتكرر 6 مرات، يعني 1 2 3 4 5 6. سالب وين راح؟ الزوجي هاي سالب 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 1 2 3 4 5 6. مش هذولهم سالب 1 سالب 1 سالب 1 سالب 1 سالب 1 سالب 1 ضرب بعض. كل سالب مع سالب بتصير، سالب مع سالب بتصير، سالب مع سالب بتصير، شو بتطبعين بس موجب. اذا الاخت الزوجي بطير الاشاره السالبه. ماشي؟ 1 بالعشرة 1 قوة 6 1 سالب رقم 10 قوة 6 هي مليون، بس تكررها كم مرة؟ 6 مرات 6 اصفار. جيم سالب سالب كام؟ سالب 1000 قوة صفر. أي شيء قوة صفر شو الجواب؟ 1. يعني أي شيء قوة صفر الجواب يكون 1. دال 9 هو سالب 1. يلا الأخت السالب بغير موقع، الألم 9 قاعدة فوق. الأخت السالب شو بخليها تنزل؟ تقعد تحت وتنقصها 1، يعني هي نفسها 1 على 9. إذا كانت قاعدة فوق، إيش سالب؟ الأخت السالب شو بعمل فيها؟ خلاها تقعد تحت. ها شو بحكيها؟ إيش بحكيها؟ تلاها 5 قوة ناقص 3. شو بيساوي؟ طلع. السالب بنزل الخمسة تحت، فبصير خمسة تكعيب، فوق شو بتصرف؟ بتعبي 1. أي مكان مش ملاقي شيء فيه بتعبيه شو؟ 1. يلا وصلنا عملية ضرب القسمة، والواحد هو محل ضرب القسمة، 1 على 3 قوة 5، 5 قوة 3 يعني 5 في 5 في 5 يعني 105 20. 5 في 5 25 في 5 105 و 20 تمام؟ يلا فرع وين؟ هلا رحنا أحلى فرع في الكون، واو حرفي، يلا أحلى فرع في الدنيا، روح هي كمان قلب. يلا واو شو بيقول؟ 1 على 21 قوة 4 ضرب مطعم. طلع فرع إيش صار؟
واحد على 21 قوة 4 ضرب 7 قوة 4 طلع يا لهوي. الطالب العادي شو بيقول؟ مستحيل كل واحد قوة 4 وال 21 قوة 4 وال 7 قوة 4 بضربهم بعض. اوعك مش هدول ضمن عملية ضرب القص نفسه بدمجهم كلهم بقص واحد اسمه 4. إذا دمجتهم كلهم بقص واحد اسمه شو؟ اسمه 4. هلا بختصر هدول ضمن ضرب وسبعة ضمن الضرب عسبعة بواحد عسبعة بثلاث. طيب شو بصير؟ واحد على ثلاث هو أربعة اللي هو نفس فرع مين؟ نفس فرع ألف. يعني واحد على واحد بثمانية نفس فرع مين؟ نفس فرع ألف. تمام؟ هذا فرع واو. زين جبل زين جبل ثالث سبعة تربيع بيجي واحد من نفس التربيع تحت الجبل هو الجبل شمال ومربع. التربيع شو بيعمل بالجبل؟ بطيره. شو بيصير الجواب؟ ثالث سبعة لكبير. والأخيرة ح بتقول الجذر الثالث لإشي مكعب. شو هو هذا الإشي؟ اللي هو الثالث اثنين تكعيب. نفس المبدأ التكعيب شو بيعمل بالجبل؟ بطيره. وشو بيصير الجواب؟ ثالث اثنين. تمام؟ هي السؤال الأول خلص. أما بالنسبة للسؤال الثاني شباب ها رح أعطيك لك إياه واجب، هم عبارة عن ثلاث فروع. السؤال الثاني عبارة عن ثلاث فروع، الفرع الأول، الثاني، الثالث. الفرع الأول والثاني والثالث، تمام؟ الفرع الأول بيطلع جوابه واحد على عشرة قوة أربعة. ماشي؟ هيك انت بتكتب باستخدام الاسس. الفرع الثاني بيطلع سالب واحد على اثنين قوة ثلاثة. والفرع الاخير بدك تحلله بيطلع اثنين قوة ثلاثة في سبعة قوة ثلاثة. اثنين باثنين باثنين بسبعة بسبعة بسبعة. تمام؟ ننتقل للسؤال الثالث. سؤال ثالث كيف فروع؟ سؤال الثالث شو بحكي؟ اكتب كل مما يأتي كقوة واحدة. اكتب كقوة واحدة. يعني أنا بدي أقول قوة واحدة بس ليش تدريب اللي أخذ معه؟ فرع ألف بيقول ف قوة عشرة ضرب ف قوة عشرين بتساوي بما إنه عندك أنت هون ضرب والأساسات متشابهة بنعزلنا نجمع الأسس صارت ف قوة عشرة زائد عشرين ثلاثين. ضرب س قوة سالب تسعة ضرب س قوة ثمانية الأساسات متشابهة بالعملية ضرب نجمع الأسس تنزل س وحدة سالب تسعة زائد ثمانية س قوة سالب واحد. ج جذر خمسة قوة عشرة قوة عشرة ضرب جذر اثنين قوة عشرة. طلع الأساسات مختلفة والعملية ضرب لا نقوم بهم الأسس هون، بس أنت بتلاحظ إن الأسس أصلاً متشابهة، فبقدر أحطهم كلهم قوة واحدة. أقول جذر الخمسة، طب جذر الاثنين كلها قوة عشرة. ممكن أبسط أكثر من هيك وأقول جذر العشرة قوة عشرة. مش عارفة إنه جذر عشرة، لأنه جذر الخمسة بجذر الاثنين نفسها جذر العشرة، تمام؟ طيب، دال شو بيقول؟ نون قوة 13 تقسيم نون قوة 3. إذا الأساسات متشابهة العملية قسمة مطرح الأسس. طب قول نون قوة 13 ناقص 3 10. ها عين قوة 19 تقسيم عين قوة 19. الأسس متشابهة ما عندهم الأساسات متشابهة والعملية قسمة مطرح الأسس. عين قوة 19 ناقص 19 صفر يعني عين قوة صفر يعني كام؟ يعني واحد. طبعا حل السؤال الثالث زي ما اتفقنا اكتب كقوة واحدة. اكتب على صورة قوة واحدة. تمام؟ واو فرع واو بيقول ص قوة سالب 14 ضرب صاد قوة 14. بما أن عندك ضرب
أساسات متشابهة نجمع الأسس. سالب 14 زائد 14 صفر، فهي شو؟ واحد. فرق هو صفر يعني واحد. زين كين قوة 8 على صاد قوة 8، مثل الأساسات مختلفة والعملية صفمة، يعني أقدر أكتبها هاي الطريقة. صاد قوة 8 تقسيم صاد قوة 8 هي نفسها كين، طلع الأسس نفسها تقسيم صاد كلها 8. بيجي واحد يقول ليش هيك بدي هذا الشكل؟ سهل عليك، بصور أحلى هيك. بما إن عندك بس مقاس مختلفين ولكن الأس متشابه، شو بتعمل؟ بتقول كين على صاد كلها قوة 8. تمام؟ حلو. طيب فرع ح، هيك حلينا زين. فرع ح، ح شو بيقول؟ ص قوة 17 على ص قوة 20 تساوي. طلع العملية قسمة، حتى لو مش مكتوبة بطريقة القسمة هاي، بس هي العملية قسمة. الأساس متشابه والعملية قسمة واحد أسس. بنزل الأساس واحد، بقول 17 ناقص 20 يعني ص قوة سالب 3. حلو. روح على فرع ط. ط بيقول لام قوة سالب 5 كلها قوة 2، يعني عندك أساس واحد شو بنعمل؟ نضرب الأسس. فبصير عندك كلها لام قوة سالب 10. ليه سالب 10؟ لأنه أنت عندك سالب 2 وسالب 2 عندك قوسين بيضربوا بعض للأساس الواحد هذا. حلو. نروح للسؤال الرابع. جابنا السؤال الرابع مش كله احنا لك اياه، اعطيك الجواب النهائي بس لا مش مستاهلين. يلا اربع فروع. الفرع الاول الف س قوة سالب 4 تساوي 16. يلا نحسب القصه. شو اتفقنا؟ المجهول ده موجود، المجهول موجود في الاساس. نعمل على مساواه الاسس، يعني بدك تخلي الاسس تتساوى عشان انت تطلع المجهول اللي تحت. طب ال 16 بدك تخليها على شكل رقم 16، بدك تخلي هالشيء رقم يكون قوة سالب 4 عشان الأسس تتساوى في الأساسات تتساوى. إذا هلا مهم دي أكتب ال 16 على صورة، أكتب ال 16 على صورة إشي مرفوع لقوة 4، قوة سالب 4. أول إشي خلينا لقوة 4، تمام؟ بعدين نشوف السالب. يلا شو هي؟ كيف نكتبها؟ ال 16 عمرها ما بتنكتب. هلا ال 16 نفس ال 4 تربيع، بس أنا ما بدي إياها 2، بدي إياها 4. إذا بضبط ال 4 كمان، لأنه ال 16 4 تربيع، بضبط ال 4. ال 4 من وين جاي؟ من 2 ب 2، إذا 2 ب 2 أعطتك 4. حلو؟ يعني هي عبارة عن شو؟ 2 تربيع قوة 2 يعني 4. أو أما من هون شو بتقول؟ ال 16 عبارة عن 2 في 2 في 2 في 2، يعني 2 قوة 4. إذا ال 16 نفسها 2 قوة 4، أنت بدك إياها سالب، عشان تصير سالب شو بتعمل؟ بتنزلها لتحت. إذا هي نفسها 2 قوة سالب 4 تساوي 2 قوة 4. هلا أنا بدي الأربعة تصير اللي فوق، هاي بدي إياها تصير سالبة عشان تتساوى. شو بقول؟ 2 قوة سالب 4 تساوي، عشان هاي تصير سالبة، يعني التغير هون طلع كثير، يعني 2 بتنزل تحت و4 بتصير سالبة وفوق شو؟ 1. طب يعني نفسين قديش تساوي؟ بسيطة، هي نفسها 2 قوة سالب 4 تساوي على فحص الواحد شو معطيته أس بكل نفسه، يعني قلت لك 1 على 2 كل قوة سالب 4. بما أن الأسس تشابهت إذا الأساس نص تشابه. أوكي شباب تمام؟ يلا نروح للفرع. طيب هلا هذا الفرع بدي أمسحه، تمام؟ بتوقف الفيديو وبتنقله، بس حاليا أنا رح أمسح عشان أعرف أكمل، بس أنت بتنقله، توقف الفيديو وبتنقله، تمام؟ شوف هلا فرع ده محلى 11 قوة 2 كلها قوة 5، 11 قوة 2 كلها قوة 5، كلها قوة 5 بتساوي 11 قوة 30. هلا عشان المنظر يكون لذيذ شوي شو بدنا نعمل؟ 11 كلها قوة 2 كلها قوة 5. هلا عندك قوسين بتذبحوا على اساس واحد، هي نفسها 11 قوة 5 سين تساوي 11 قوة 30. بما أن الأساس تشابه، الأسس تتشابه، فسين تساوي 30 ومنه سين تساوي 6. اقسم على 5 على 5 سين شو بتساوي؟ 6. انطلع فرع جيم شكله مبين إنه بنخ بس هو سهل. يلا جيم 14 قوة سين
تقسيم 14 هو 7 تساوي 14 هو 8. لاحظ شباب كتابته مش زي الكتاب، عشان اوجهك ان الجهه غير واحده. هي ايش الكتاب؟ 14 هو 2 تقسيم 14 هو 7 تساوي 14 هو 8. ما في مشكله، الاساس تشابه. شو بعمل في الاساس؟ انا عمليه تشبيه. اذا شو بنعمل؟ بننزل الاساس واحد بنقول س ناقص 7. ليش الناقص؟ لانه قسمه تساوي 14 هو 8. الاساسات تشابه، شو بصير في الاساس؟ تتشابه. س ناقص 7 تساوي 8. بس لو شو العدد اللي لما إن منه 7 بيعطيني 8 او من حزبه 7 زائد 7 زائد 7 بتساوي 15. اخر فرع واحلى فرع اللي هو فرع د، بفهمه لما بحط لك اياه. فرع د شوف ما اشبهه. س تربيع تساوي 17، س تربيع تحت الجذر تساوي 17، وس تربيع كلها تحت مين؟ تحت الجذر. طب هذا ايش بده حل شباب؟ اسهل فرع التربيع بتطير الاثنين، فشو بتصير س بتساوي؟ وهيك شباب خلصنا الدرس من تقامل 6 وجاي ان شاء الله بالدرس اللي وراه. يعطيكم الف عافيه يا رب.